يسعد اوقاتكم من جديد. بنطلع عليكم عبر شاشه عربيكا ومثل كل اسبوع حاملين الكثير من النشاطات والامور اللي قاموا فيها النجوم بلبنان بلاد العربيه وبلاد الاغتراب. خلينا نبدا من وسط المدينه بيروت من الفيرجن ميجا ستور، المكان اللي طل فيه فارس الخير عاصي الحلاني والممثل النجمي نادين الراسي، واحتفلوا باطلاق العمل الغنائي للعمل المسرحي اللي طلوا فيه بكازينو لبنان سابقا للعمل اللي حمل عنوان شمس وقمر. كيف الاجواء مع عاصي بالفيرجن؟ بنتابع سوا. يدروه بالعز رجال العز المشيوكي ما يهابوا النار لما بلادي بتنادي. يدروه بالعز رجال العز المشيوكي وما يهابوا النار لما بلادي بتنادي. ما يهابوا النار لما بلادي بتنادي. بداية بدنا نحكي قبل ما نحكي عن مناسبة اليوم، بدنا نقول لك ألف مبروك لأنه تابعنا ونقلنا النجاحات اللي حققتها ما بين دبي ومصر، وأكيد مثل العادة حامل السعادة معك وجاي. خبرنا شو تركت صور حلوة بذكرتك هالإطلالات. أول حفل كان ليلة دبي، الحمد لله كان في إقبال كتير كبير، كانت مناسبة الذكرى 20 لتأسيس المهرجان، فقبل مئات السنين من النجاح، لأنه مهرجان ليلة دبي له ذكريات عندي ومن التسعينات أنا بالنسبة لي، وكان لي الشرف أني شاركت هيدي السنة. وبالنسبة لحفل مصر كمان الحمد لله كان في إقبال كتير كبير، جيت تاني يوم على مصر أنا كان في إقبال كتير كبير والحمد لله الناس تفاعلت. قدمت أغنيات طربية، قدمت أغنيات قديمة لألي فيها طرب شعبي، يعني دايما أنا شوي بحسب وين عم غني بختار نوع الأغاني، يعني شوي بغير الريبرتوار تبعي، ماني بعدين ما كتير بلتزم بالأشياء اللي بحضرها حسب التفاعل الناس بقدم الاغاني اللي بدي على المسرح. طبعا اكيد انت المايسترو على المسرح، ما ارتحت ما شاء الله على قلبك من مصر الى لبنان الى الفيرجن، ومن خلال متابعتي لك هي اول مره بحسك بتوقع البوم. يعني انا ماني من النوع اللي بعمل توقيع البوم، ما كثير يعني ما عملها ولا مره، ولكن وجودي اليوم هو وفاء لوجدي شيا واحتراما لروحه ولقله انه هو ببالنا دايما. وجدي فنان عظيم من لبنان، راح ولكن رح يبقى معنا باعماله بفكره. بدنا نقول لك كمان مبروك، انطلع عبر عربيكا والمواقع الكثيره كليب اجمل الاشياء الرائع جدا، وايضا اغنيه ثانيه كمان طلعت على عربيكا، اغنيه غنيتها باحدى البرامج كمان. هلا اجمل الاشياء هو اخر كليب لي واخر اغنيه سينجل تقريبا نزلتها. هالاغنيه اغنيه خليجيه، كلمات سعد الحميد، الحان يعني المبدع والمتالق دائما بالحانه طلال، توزيع لحسام كامل، اغنيه اخراجها كان لسعيد المروق. الكليب كتير مختلف. بالنسبه للبرنامج ستار اكاديمي قدمت اغنيه مصريه لانه كان البرنامج يعني ينقل مباشره على سي بي سي المصريه، وطلب مني انه اقدم اغنيه مصريه، وثابت انا بالبومي انه ما في عندي باخر البوم اغنيه باللهجه المصريه، حبيت اقدم اغنيه هيك من ربح المشترك لجمهوري المصري، وكانت خير عليه للمشترك الله يوفقه بيستاهل، فبتمنى تنال اعجاب المستمعين ان شاء الله يا رب. بعد اليوم اكيد حنلتقى فيك بسوق واقف، وهتحدد الحفله تاريخ 31 كانون الثاني اذا الله راد. انطرونا باخر الشهر، رح نكون بقطر بمهرجان سوق واقف، ورح يكون ان شاء الله يعني في مجموعه من الأغنيات مختلفة كلياً عن اللي قدمتهم بليلة دبي. دايماً تعرف بنجرب ننوع لحتى المشاهد يستمتع أكثر،
وبتمنى الله يوفقنا. رجال العز المشيوكي ما يهابوا النار لما بلادي بتنادي. مضروب العز، رجال العز. كلكم اشتقتوا لها باللقاءات معي اكيد بالبرنامج، لانه ما شاء الله كانت خلال كل عام 2014 مزينه الشاشات بالاعمال الحلوه اللي طلت فيها، بالعواطف يمكن اللي فيها حزن وفيها فرح عايشتنا اياها. دائما قد ما بدي احكي بدور على كلمات احكي عن النجمه اللي انا مآمن فيها من اول ما طلعت ولغايه اليوم، بعد بشوفها بمحل اكبر كتير، النجمه اللبنانيه العربيه نادين الراسي. اهلا وسهلا فيك. شو بدي اعمل فيك؟ ما تردوا علي، اكثر حدا بيعرف ينتقي الكلمات ويعطي الانسان حقه بزياده والله العظيم. هيدا انت وبرافو عليك، وانا اكيد انه انت واثقه بحالك وعارفه حالك، او مثل ما بيقولوا واثقه الخطوات تمشي. صح اكيد، لانه بس يكون مثل ما قالت الحمد لله يا عماد، بس يكون الايمان بربنا كبير مفروض كله يكون على السكه. صح يعني الحمد لله. قد ايه بده يستمتعوا بالالبوم اللي عم تقدموا لهم اياه؟ البوم هو الابن الصغير تبع هالمسرحيه، ابن وجدي شيا اللي هو بي الكل، بيحكي عن المسرحيه، بيحكي عن احساس كل حدا فينا. في اغاني سنجل، في اشياء انا وعاصي، في اشياء جيلبير. هذا حلم بالنسبه لي اليوم عم بيتحقق. انا بس جيت لهم كيف بيمضوا سدي، ما بعرف امضي سدي وما ما بعرف شو الاحساس تجاه هذا الموضوع، بس لا حسيت بفرحه كثير كبيره. لازم تتعودي، لانه نحن انا واكثر من محبينك بانتظار انه يطلع البوم، يطلع سنجل، يطلع شيء غنائي لإلك. ف ان شاء الله يكون هذا السدي ما بعرف وجه خير والافتتاحيه مثل ما بيقولوا، دائما في خطوه اولى، دائما في ناس ما بعرف في شيء في باب بيفتح، يمكن هيدا يكون هيدا اياه. ومن هيك بقول لك انا انسانه محظوظه انه ربنا عم بيحط الاشخاص المناسبين بدربي، حتى وجدي من بعد ما فل بعده عم بيفتح لي ابواب. بما انه عم تفكري تقدمي شيء غنائي، تعملي ديو انت وياه، عم تحكوا بالموضوع، ديو رسمك للناس، كون حب مثلا. يا ريت، ما انا كل عمري مغرومه فيه. طلبتي منه؟ انت قل له بستحق. لا لا استاذ عاصي، بلا ما اطوف حديثك اغاني عم تقول نادين مغرومي فيك. شو قالي؟ مغرومي فيك اصلا، هي قلت له ممكن تعملوا ديو سوا، قال انا اصلا مغرومي فيك. انا مغروم فيها، بس دائما اللي بتاخد الغرام عني خدها دائما على الايجابيه مش السلبيه. غرام ايجابي، فانا مغروم فيها وبتمثيلها وبفن الراقي اللي بتقدمه. بقول له بحبك، بتمنى ليه بدي احرجه؟ اذا هو بيلاقيني مناسبه بيبقى بيعمل ديو. في اوريدي في بالالبوم يعني اكثر من ديو انا وياها بالالبوم، وبتمنى ان شاء الله اكيد بالمستقبل يصير شيء اكيد. شو في نص من ايديك جديد؟ في انه انا بكره رح بلش بقصه حب اخراج فيليب اسمر، انا وباسل خياط وماجد المصري، ثلاثي باذن الله رح نعمل قصه حلوه كثير، انتاج اونلاين برودكشن زياد شويري. جدا مبسوطه بهيدي القصه ورح تكون على راد بشهر رمضان، يعني برمضان 2015.